هذا السيد كان بركنا من شهر 3 لقيت لك الكونفينمون ديال كوفيد، بركنا 3 4 5 6 ولقيت وصل شهر 8 علمنا باننا كاين الكونجي على اساس اننا غادي ندخلوا اليوم نهار 7. لقيت اللي جينا اليوم تلقاو الشركه مسدوده، تلقينا على الاساس اللي هو ديال الشركه خاصه، قلنا له كيفاش القضيه، قلنا له ديروا الشركه الخاصه هي اللي حبستكم، يعني حنا ما خدامينش مع الشركه الخاصه. واش الباترون قال لك لا، الشركه عيطات ليا اللي خدام ديال الامن الخاص، قال له دسد الباب ما تحل على حتى شي واحد، يعني هذا الشيء غادي يكون بامر ديال المدير ديالنا، داك الشيء تيبقى بيناتهم. دابا اللي تنطلبوا دابا اول حاجه تنطلبوا اللجوء للعمل، بغينا نخدموا، حنا ما جايينش باش ما نخدموش، هاد الناس كلشي جاي بالبانيي ديالو، جايين شاد ترونسون، جايبين غداتهم، على اساس انهم غادي يخدموا، غياخذوا بوز مع الوحده في العشيه يكملوا خدمتهم. ما كاينش هاد الباب، بغينا شي مسؤول اللي يفك لنا هاد الحاله هادي، حيت هاد الحاله وهاد الوقت هادي ما تسمحش باش نكونوا في التجمعات. اول حاجه انا عندي الوالدين مرض ديابيتيك، عندي الولدات صغار، غندخل ما عرفتش باش ندخل لهم بمرض ولا بقرح. عندي مشكل ديال هاد الشركه غنزيد، يعني دابا اللي تنساندوا اللي تنطلبوا دابا ان علاش الخدمه ديالنا خرجت من الشركه، علاش تخرج تخدم بلاصه اخرى، كون كو هاد السيد عنده ازمه ما باغيش خلي هاد الخدمه هنايا وهاد الناس اللي يخدموا اولى. هزيتي شويه ديالنا ديال الخدامه تتصلوا بنا تقول لك اودي خدم، احنا خدمنا في هاد الشركه بالخدمه ديالكم نتوما، حنا ما بقينا فاهمين والو. دابا حنا تابعين المسطره القانونيه، تنطلبوا بالحقوق ديالنا، قلنا الحق الاول هو اننا بغينا الخدمه ديالنا، الا ما كانش خدمه ديالنا تنطلبوا بالقوانين ديالنا، يعني ديروا معنا المسائل اللي كاين باش نفكوا التجمع وكل يمشي في حالاته. كنا كونجي جينا لقينا ساد علينا، هاد الشركه خدامين فيها جوج شركات اللي خدامين فيها، هذه المسؤوليه تاع وليداتهم، في الاخر جا سد علينا الباب، قال لك انا ما تنخافش من القانون، ما كاينش قانون، قال لك هو شاف القانون في جيبو، حيت عارف ما كاينش اللي غيطبق عليه القانون، ما مسوقش القانون، تقول لك ما كاينش شي واحد تخاف منه انا، انا قال لك ما تنخاف من حتى واحد، تياخذ لاكيس تنخلصوا شهريا، تنخلصوا شهريا ما تنتعوضوش، بغيت نعرف اشنو فائدة لاكيس إلا هو بديكلاري بيا، فاش نمشي عندهم لاكيس تيقول لك سيري عندو، ما مخلصش عليك، فاش نمشي عندو تنجي للشركة تقول لي أنا، تقول لي أنا ما ماشي شغلي، ماشي شغلي سيري عندهم، تيبقاو يصيفطوك من عندهم ولا عند لا شونس تصير شي عندهم. دايرين هذاك الشيء بيناتهم، اخويا انا تنكون وتنعاود نقول ما كاين، ها القانون كاين، ولكن فين هو التطبيق تاع القانون؟ فين هو؟ عندي لاميتيال ما تنستافدش من عنده، ها هو جمع عليا وما كاينش اللي غيطبق مع القانون، قول لي شي مسؤول دابا كاين هنا، شكون شي مسؤول هنايا تهضر على حقي؟ فين هو هذا المخزن يشوفني؟ انا وموقفني هنايا، انا تنغوت. ثلاثة الباترونات اللي كاينين هنا وشو شركة تسد عليهم الباب حيت ما كاينش اللي غيحاسبوا والو.